يا مساء الخير. يا مساء مختلف اكيد بوجودك معنا بعد قلبي حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك. حياك الله. معنا في استديو عسيف اكيد. تفضلي. منورتنا اكيد وكالعاده متالقه وجميله وانيقه. راح نكون في لقاء اكيد مميز واستثنائي مع النجمه
اللي لقبها راغب علامة أكيد مع حفظ الألقاب أميرة أرب آيدل بذاك الوقت، والآن أكيد في ألقاب جديدة راح نستمدها من خلال المحاور اللي موجودة معنا في الأسئلة. مساء الخير دنيا. مساء النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شكرا. احنا قلنا في بداية المقدمة ان اليوم الحلقة نار، والأمانة اليوم مولعة من البداية. تسويتي فينا بالأغنية؟ يلا شو احنا عاد رحنا افكار وسرحنا وقصص وخلاص دخلنا الجو الحين. شكرا. ما بغيناك تخلصين، بس اكيد احنا بنكون في هذا اللقاء اكيد مع يعني مجموعة حلوة من اختياراتك في المرنة. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا. نشوف هالسي في ونرجع مرة ثانية نكمل اللقاء. ان شاء الله. حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، حول جديدها وأعمالها السابقة وتصريحاتها المختلفة راح نسولف وياها ونسمع غناها في حلقة اليوم من عسي. نقول ارقص يلا جننهم، احنا اليوم بنجننهم. شلون كانت الرحله اليوم؟ امور تمام بالضيافه، الوصول، ماكو شيء تعبك؟ امور تمام والله. فيصل نوره مشكورين جدا على هذه الاستضافه. من وقت وصلت المطار كان استقبال اكثر من رائع، ناس قمه في الاحترافيه. يعطيكم الف عافيه، والكويت اعتبرها بلدي الثاني. هذا حق واجب. الله يخليك. الله يسلمك. غزل عيل وينها؟ غزل في البيت في البحرين، في مشاوير طويله وما احب اني اتعبها معايا، فمعي خالتي دائما اي مكان. دائما اليد هي اللي تشيل الليله، تتعب دائما هي من يسافرون ام والاب خلاص هي تتحمل. ودائما يقولون ترى بالعاده ما عز من الولد الا ولد الولد، يعني يكون ساعات يعني يكون محمد راحت عليه الحين. محمد شويه راحت عليه. راحت عليه. بنسولف شويه اليوم عن حضور التجهيزات الجديده قاعد تجهزينها في حفلات جايه بالكويت ولا ها؟ في ان شاء الله حفلات كثيرة اللي جاية في المستقبل إن شاء الله، سواء كان حفلات خاصة أو مهرجانات أو إن شاء الله في نقاش على مجموعة من الأشياء اللي راح تكون إن شاء الله في دار الأوبرا في مصر، وكذلك إن شاء الله نغني إن شاء الله في تكريمات لكبار اللي الفنانين سواء بالكويت أو خارج الكويت اللي أعطوا الكثير في الساحة الفنية. صوتك للأمانة يعني يحمل هذا القدر من الثقة والمسؤولية مثل ما احنا سمعنا في البداية، وإن شاء الله راح نسمع بعد شوية أكيد معاك المغنى الجميل. وطبعا احنا نبي نعرف، عرفنا عن الأنشطة، لكن نبي نقول ما شاء الله يعني وجودك في السوشيال ميديا مكثف، وأكيد في بنات قاعد يتابعونا بعد. للأمانة أنا شفت يعني دنيا بطمة تشوفونها يمكن من خلف الشاشة في الصور في الفيديوهات اللي هي تصدرها من عندها أو اللقاءات، ترى دنيا بطمة للأمانة جميلة حبيبتي. وأنيقة، وأنا مو أول مرة الصراحة أشوفها ودائما أشوفك يعني منها للأعلى إن شاء الله دائما. والله نتعلم منك الذوق والأعاقة كلها. بعد قلبي تسلمين، مشكورة. خلنا نعرف عن الإثارة والجدل، إيش رأيك نبلش في هالموضوع؟ يلا على بركة الله. ليش دائما كل موضوع تقدمينه أو تصدرينه ياخذ هذا اللقب؟ أنا مش عارفة ترى صراحتك ولا وضوحك؟ يمكن وضوحي وصراحتي وتصالحي مع نفسي اللي يوصلني، لأن أنا دائما مثيرة للجدل، ما أقصد طبعا، فقط كل ما في الموضوع أني إنسانة صريحة. يمكن في زمن أن لازم تمشيها بالنفاق والمجاملات ومجموعة من الأشياء، ولكن أنا يمكن جيت في زمن مش زمني صراحة. شلون هذا السؤال وعلي علامة استفهام كبيرة، شلون زمن مش زمني؟ والله يمكن مش زمني الصراحة، لأن الصراحة صارت تزعل. الصراحة صاروا يأخذونها بطريقة وحشية، أن لا أنا مو كذي، يعني ياخذونها بطريقه جذب، وانك تبي تخلق شهره وكذا، بس انت من الله، الله معطيك قبول والله معطيك شهره، مش محتاج انك تتكلم عن شخص معين عشان تاخذ من شهرته او ضوءه. اليوم حتى الاشخاص المقربين ممكن يزعلون من الصراحه، صارت اليوم تزعل، تسوي مشاكل، تسوي لويا. صحيح، حتى في العائلات. اكيد اكيد بالعائلات، مو فقط بين المشاهير او بين بين حتى بين اخت واختها صارت الصراحه تزعل، بين الاهل صارت الصراحه تزعل، ما ادري. طيب اليوم على طاري الصراحه، مدام نوره بلشت بالصراحه راح ندش بالصراحه. اليوم انت وينك في المهرجانات الموجوده بالكويت؟ نتكلم على فبراير، نتكلم على الحفلات اللي قاعد تقيم، وانت اليوم فنانه تملكين المقومات اللي يخليك توقفين على هذا المسرح. ممكن في اشخاص نحترمهم كلهم، لكن انت ما تقولين عنهم في شيء، عندك امكانيات، صوت، حضور، اختيار اغنيات، يعني شيء متكامل. شوف
هذه اللومة ترجع للمتعهدين، ترجع للمنظمين، ترجع لمجموعة من الناس. يمكن أنا فنانة مش متملقة، مستحيل أني أروح لشخص وأقول له أرجوك وأنا مستعد اللي أتنازل. طبعا ممكن أتنازل في أني أكرم شخص كبير عطى ولا زال يعطي في الساحة الفنية سواء الخليجية أو مغربية أو غيرها من عيوني، لكن أني أتنازل عن أجري أو أني أتملق لشخص معين فقط عشان أكون متواجدة في حدث معين ما أعتقد. لا، خلينا نعرف الشروط والمعايير اللي تقبلها دنيا بطمة عشان تغني في محفل. تشوفي حتى كان حتى في الحفلات الخاصة إن كانت أعراس. لا بالعكس، شوفي احنا كل الناس، يعني انا شخصيا من اروح حفل اروح كاني رايحه عند خواتي، هاي اول شيء. هذا شيء وايد حلو. بعض الاحيان يدقون علينا عرايس حتى ما عندهم يعني بادجت وانا حلمي اني تكون دنيا تغني لي في عرسي وحلمي وكذا، فاضطر اني اتنازل لها، ما عندي مشكله لان مسكينه حالها ضعيف ومجموعه من الاشياء اللي تخليك تتنازلين، لكن اني اتنازل بدون اي سبق اعذار او انذار او غيره لا مستحيل. هي ساعات المصيبة، لان انا بنيت نفسي. نعم. انا تعبت، يعني انا في الاول تعبت انا وعائلتي وبعدين جاء ريلي اللي وقفنا مع بعض على ريلنا، فمستحيل اني انزل مستواي اللي من زمان وانا قاعده ابني. طيب اليوم على طار الحفلات والمهرجانات صار نسكر هذا الملف، هل تمت دعوتك رسميا الى مهرجانات وصار في اختلاف على اجر او صار تدخلات اخرى من اشخاص ثانيين؟ لا والله دنيا بطمه ما نبيها بالحفله. لا تشوف، هي بعض الأحيان تصير. نعم. يعني تصير في كثير من الأحيان أن فنانين معينين يقول لك إذا في فلان أنا ما أغني. نعم. تصير. نعم. لا سواء في المناسبات الخاصة ولا في المهرجانات. لكن عن نفسي أنا إذا في حفل وفي أحد أنا عندي معاه شجار أو نقاش، هذا ما أدخله في عملي، ما أدخله في الاحترافية. لا، هو ما يعنيني. أنا جاي أسوي أؤدي واجبي وشغلي وأمشي. شنو ممكن نقول حق الفنان يفكر هالتفكير؟ اليوم معاي دنيا بطمة، والله لا أنا ما أغني لدنيا موجودة، ما أنت بروحك في وصلة وهي في وصلة. والله أقول له أنت الخسران صراحة. أنت الخسران، لأن إذا تحسبها لا، يعني أنت الإنسان الشخص هذا ما راح تكلمه ولا توقف يمه ولا 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 يجمعك فيه شيء، فقط أنك بتأدي واجبك وتمشي. يا بخت من يجتمع معاك أكيد في حفل أو يجمع ديو معاك، لأن للأمانة عندك احترافية في المغنى، وأيضا تبارك الرحمن عندك إصدار جديد في المغنى يعتبر مميز وبالفصحى، راح نشوفه مع بعض مع المشاهدين عشان نرجع نتكلم عنه. علمتني 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 أشياء الحب والحياة وذوب الثلج يا حبيبي في الشفاء. والله حتى احنا بعد استمتعنا ونسمع هذه الاغنيه، خصوصا تصويرها ذكرتنا في زمن، يعني كانت هذه النوعيه من الاغاني لها صدى كبير، تتكلم على ماجد الرومي. صحيح. يعني انا حسيت اغاني ماجد الرومي القديمه. انا جيت زمن مو زماني، انا قلت لك. اليوم ما خفتي من هذه التجربه؟ اليوم خصوصا المجتمع بدا يتغير، فكر الناس بدا يتغير، دائما يمشون مع الاغنيه السريعه، الكلمات السهله، يعني كانت تجربه ممكن تكون صعبه. للاسف والله للاسف ان جت موجة وغطت على كل ما هو جميل. أنا في هذه الفترة على فكرة أغنية علمتني من 7 سنوات وهي عندي. يعني من وقت طلعت من استوديو دوزام اللي هو برنامج هواة في المغرب، كنت صغيرة وشاركت بها في وزارة الثقافة بالمغرب وخذت الرتبة أول أغنية، يعني خذت الدعم، وكانت من كلمات الأستاذ الكبير أحمد صبري وألحان الأستاذ سعيد الإمام. وفي الأول كان عندها توزيع غير، يعني مع الأستاذ أحمد هبيشة في المغرب. فبعد 7 سنوات من زمان وأنا أقول بيجي وقتها، بيجي وقتها، ما راح أنزلها. خشتها كنت. خشتها. لأنها تذكرني بالفنانة ماجدة الرومي والزمن الجميل. للأمانة أي يعني ثقيلة الأغنية. حتى طبيعة التصوير، يعني جمالية التصوير وحضورك فيه. فعدتها مع الأستاذ عارف والأستاذ المايسترو الكبير الأستاذ خليفة في استوديوهات البحرين مع الأوركسترا الكبيرة البحرينية، واستأنست إنه صار العمل ضخم. طبعاً إنتاج الترك برودكشن. فلما سمعتها قلت إلا لازم أسوي شيء بسيط في نفس الوقت بلاك اند وايت اللي رجعنا للزمن الجميل. فكانت فكرة جميلة ونزلت في وقت اللي خلاص أبي أنظف. ترى حتى الوردة مسوية جو بالتصوير. شفت.
لا جمالية صراحة وشيء رائع يعني متكامل للأمانة وجت بوقتها يعني. وانتي اسم الله يعني تنقلتي في الاختيارات يعني حتى مع طبعًا. السريع مشيتي مع السريع مع الخليجي مع المغربي طبعا هذا اللي لازم أشرحه للمجموعة من الناس اللي يقولون دنيا انتي صوتك مال طربي وبس. أنا أعرف بس طبيعة شغلي تحت على أن أنا لازم أني تتماشى أرضي مع كل شيء كل الأذواق وكل الأعمار. فأنا طبيعة شغلي أنا لازم أغاني سريعة بعد الأحيان ولكن لا ينسى الواحد أنه يرجع للأصل والأغاني اللي تبين قدرات الصوتية. والحمد لله أن عندي صوت أنه يتقن جميع الألوان. والله قالت كلام جدا جميل اليوم الصوت الطربي وما أحلى الصوت الطربي. نتكلم اليوم على شخصيات يعني في ناس دائما اليوم تفكر الأغاني الطربية هي اللي تعيش اليوم مع الناس. نتكلم لأم كلثوم اليوم أغاني من السبعينات وما زلنا نسلطن ونستمع فيها ويصير لها لذتها ولها طعمها يعني حتى في الحفلات أكيد. حتى في الحفلات نعم. الناس ما تنطرب إلا على الأغاني القديمة اللي خلت بصمة. فهذا دليل على أن الأغاني الأغنية السريعة هي فقط موجة عابرة أما الأغاني القديمة هي دائما وما تموت. إحنا يعني ودنا نتكلم أيضا يعني مثل ما شفنا أنت تقيسين أكيد ردة فعل الجمهور وأيضا أنت عندك ثقة بالذات بأنك أنت تنفذين اللي قاعدة تطرحينه أكيد للجمهور وبتنقلاتك أكيد. شنو تعني لك برقية جلالة الملك محمد السادس أكيد بعد أغنية بشارة خير؟ خلينا نتكلم عن هذا التكريم المميز. أنا مستانسة وفرحانة جدا أنك طرحتي هذه المعلومة. أنا سعيدة وفرحانة أول شيء لأن كل الناس لقبتني بصاحبة الوسامين لأن جلالة الملك موسمني بوسام درجة فارس ووسام درجة ضابط. وغير هذا أنه كان عنده وعكة صحية وكنت من أول الفنانين اللي أرسلوا له أغنية هدية من المبدع وسفير الأغنية المغربية مصعب العنزي كانت بعنوان بشارة خير. والحمد لله نالت استحسانه وبعت لي هذه البرقية اللي فعلا حطيتها كوسام ثالث على صدري. اليوم الأمانة ترى نقولها ألف مبروك أكيد ألف مبروك. والأمانة بقول لك شغلة عن دنيا بطمة من الفنانات اللي ما زالت متمسكة باللهجة المغربية يعني ما زالت تغني وتسولف موجود يعني في الأزياء أحيانا نشوفها بالأزياء أن عندك هذه يعني أن لازم أنا ألبس القفطان يعني عندك هذه التمسك في الجذور لازم شوفي هو القفطان المغربي هو يبين هويتي أنا كمغربية وشيء صرنا نفتخر فيه لأن كبار الفنانات والمصممين يعني أصبح ينافس كبار المصممين في فاشن شو كبير في باريس وغيرها من الدول فشيء كذلك نتشرف فيه وكذلك يبين شخصيتنا وهويتنا المغربية. فيصل مو ملاحظ أن دنيا بطمة من الناس اللي تحب هويتها وتحب يعني ديرتها وتتكلم في المغربي على عكس فنانات أخريات من نفس بلدها ولكن تلاقيهم يطبعون في لهجة ثانية أو لا أنا شرسة في المغرب البعض منهم ممكن يقول هذا اللي ماشي نبي نوصل حق الناس بسهولة ولكن أنت ما شاء الله متنوع اليوم قاعد تكلمين أكثر من لهجة حتى الخليجي ما شاء الله في إجادة يعني اللي الأصل أكيد يعني أكيد. أنا أفتخر كل ما يسألوني أنت من وين أقول مغربية فالواحد بدون أصل ما لا أصل فما أكيد ينسى أصله أكيد. قالت شوية سوالف عن القفطان راح نسولف عنها بعدين حاطين لها تغريدة أنا كنت طبعا من متابعينها كنت أشوف الأجواء المغربية عندها بالإنستغرام نتكلم على الحنة نتكلم على هالشغلات هذه السوالف راح نسولف عنها بعدين بس نبي نسمع اليوم عندنا دينا وبطمة ما نسمع شيء نبي نسمع نسمع يلا نسمع منك شيء على دوقت إن شاء الله نسمع غيورة وللأسف للأسف حبيت عجيب إحساس بالغيرة يلا يا حبني صح ما أنكر ولكن
تفوق طاقتي وكل ما تملكي داري زرعت ورد في قلبي سقيت ماي من عيني عطيت تفوق طاقتي كل ما تملكي داري ولا كل الأسف حبيت عادي محسس بالغيرة يا حبني صح ما احييك احييك للامانه على يعني هالصوت الحلو اللي اكيد جامعنا وياك عسيف. اليوم نتكلم على صوت حلو ونتكلم على اختيارات، اليوم في اختيارات من ناحيه لحن وكلام، يعني في شيء شيء راقي اكيد طبعا، كلام حلو واللحن حلو وادائها طبعا حل هذا شيء كله. بس اليوم بالغالب ليش اغاني الحب هي اللي توصل حق الناس بسرعه كذي؟ من تعطيهم اغنيه فيها فزه قلب ولا شيء خلاص العالم راحت وسلطنت مع الاغنيه؟ يمكن نقص في الحب لهذا السبب. غيورة سمعنا بالأغنية غيورة دنيا كثير يا رب البداية صريحة أي كثير غيورة يعني على أي شيء، على زوجي غيروا، على فني غيروا، على عائلتي غيروا، على جنسيتي غيروا، على بنتي، يعني الغيرة فيني. يعني إحنا بنشوف غيرتك على حبيبك، بنطلع الحين بالشاشة. ألف سلامة عليه، أكيد هذه في الوعكة الصحية السابقة كانت له، أكيد يعني نبي تطمن على حالته الآن. الحمد لله والله، نقول الحمد لله. الحمد لله. كانت فترة جدا قاسية لا بالنسبة لي ولا بالنسبة له، بس الحمد لله يعني طافها وسوي العملية والحمد لله يعني أمور ماشية. صارت هالأيام اليوم حتى المرض الناس ما قامت تقوم تسأل ولا تقول لك ما تشوف شر ولا أن أجر وعافية، طلع كلام كبير على هذا الموضوع والشائعات اليوم ان دنيا بطمة افسخت انفصلوا عن بعض كإدارة اعمال خلاص عينت إدارة اعمال جديدة، والموضوع خذا لغط كبير يعني السوشيال ميديا، وناس قالت فبركة وناس تقول صج، وخصوصا اليوم في بعض الناس موجودين بالسوشيال ميديا ممن يحاربون دنيا بطمة استغلوا هذا الامر، راح نسولف عنهم. شلون تعاملتي مع هذه الشائعات الموجودة؟ شوف هذه الشائعات دليل على افلاس السوشيال ميديا. يعني لما يكون الشخص ما عنده شيء يتكلم عنه فيخلق أشياء ويخلق إشاعات حتى يحرك حسابه ويحرك نفسه. فإذا كنا دليل، إذا كنا ناس سبب في أن ناس قاعد تسترزق من هذه الأمور، والله أنبسط أستانس. إذا كان في إيجابيات من هذا الموضوع وإحنا السبب فيها، والله نستانس. بس إذا ما في شيء يعني الله يعفو عنهم. شنو ردت فعلك من وراء ما تشوفين إنه يعني ما يندرى من وراء الأمر هذا اللي قاعد يسوونه في السوشيال ميديا؟ شنو ردت فعلك لما تشوفين كذي فيديوهات إنه ترد أو يعني فيها أقاويل عن القصة أو الحدث الحقيقي اللي حاصل؟ تشوفي أنا أرد إذا كان شيء زايد عن حده، يعني شيء من ناحية الرد أنت مو مقصرة. يعني إذا شيء زاد عن حده، يعني أنا جدا طيبة، الناس اللي تعرفني عن قرب يعرفون إيش كثر أنا شخصية نظيفة وطيبة، بس اللي يدوس لي على طرف ما أحب، ما أحب أحد يدوس لي على طرف، فأصير شوي شرسة. والناس اللي تنزل هذه الأشياء اللي هي عبارة عن إشاعات ومعروف إنها إشاعات، لأن بعدين راح أنزل صور مع زوجي وراح أكتب عن زوجي وغيره، فراح ينعرف إن الموضوع. وخصوصاً شوفي هذا الموضوع ليش خذ لغط أكبر؟ أنت طهرتي مع صورة في شخص، مع شخص محدد، وقلت اليوم إن هذا مدير أعمالي، فهذا الموضوع أنا كنت المشكلة سوى لغط بعد أكبر وأكد الشائعات الموجودة. أي هو حسن عاطفة وجه له تحية، هو مسؤولي في 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 دول ثانية ومسؤول عن شركة الترك برودكشن ومعانا يعني سندنا يدنا اليمين. فأنا دخلت كنت داخل السينما ومعاي منسقتي غزلان، فنتكلم ويقول لهم انا اذا وين ما راح يقول لهم انا ترى إدارة اعمال دنيا بطمة، فكنا نتغشمر. فقال هذا خلي السينما ساعة طلعت لقيت الانستغرام مقلوب. يعني اليوم نتكلم عن دنيا بطن من الشخصيات المسوقة بالسوشيال ميديا، من كتب اسمها يعني الشغل ماشي الحمد لله، اللي يبي يطلع فلوس يحط اسم دنيا بطن الحمد لله. في ناس تتعمد الأمانة، ولكن هذا من رب العالمين الحمد لله. موهبة الحمد لله. أنا بتكلم عن حتى في منشأة لج إن رصيد البنكي أهم من الفني.
شنو القصة؟ في وحدة جت هذه من ضمن الأشياء مال الانستغرام اللي شوي مالها داعي. جت عندي تقول لي والله يلا نزلي لك عمل، يعني روجي لنفسك نزلي عمل شيء ما أدري شنو، ما عندك جمهور، ما عندك ما أدري شنو. قلت لها حبيبتي عندي ناس أو ما عندي، أي وتقول لي أنت ما تسولفين إلا على فلوس فلوس فلوس، وأنا في العادة يعني ما أسولف عن فلوس وايد، يسألني عن أجر معين أو شيء فأرد بكل عفوية. فقلت لها حبيبتي اللي راح يدوم لي في الآخر هذا الرصيد البنكي اللي تسولفين عنه أنت. ما قلت شيء غلط، لأن الإنسان يوم يطيح ما تشيله إلا رجولة. كو فنانات كبار كان عندهم ملايين الملايين من المعجبين، في الآخر لما مساكين صار ما عندهم ما حد صار يطالعهم. يعني فعلا رصيدك البنكي اللي وقفك على رجولك. والله أنا أشوفي أتفق معك في هذا الكلام، وممكن في شخصيات كبيرة مو بس على الصعيد الفني، على الغنى مثلا نتكلم اليوم، على نتكلم على حتى الفنانين اليوم، حتى الناس العادية. أكيد أكيد حتى الناس العادية. نعم. تشوفي لما يطيحون يكون عندهم أصحاب ولما في البيت وغيره، بس لما يطيح ما حد يوقف يمه. نعم. إلا الأصيل. نعم. وغالبا ونادرا ما تلاقينا، والله نادرا ما الشخص تلاقينا. الأصيل ممكن هذول نعدهم على الأصابع، أنك ما راح تلقاهم وقت الطيحات والأزمات فعلا. ويمكن طيحة الأستاذ محمد الترك بينت أشخاص وايد كنت تشوفينهم موجودين معاك وقتها ما لقيتهم اختفوا، فلهذا أنا تكلمت وما تكلمت إلا على المنطق. طيب التصريحات ما شاء الله عليك دنيا، تصريحاتك ترى دائما تدخلين نفسك بالمشاكل. نتكلم على التصريحات الاخيره اللي حصلت في عمليات التجميل وطرحش لاسماء فنانات المعاملين بالتجميل، كيفهم ناس قالوا لك كيفهم يسوون عمليات تجميل، بس هذا الامر سوى لغط عليك كبير. قلت والله ما خص حرين بهذا الشيء، وهم طلعوا وهم ردوا وانت رديت، وفصار سجال. نتكلم على مجموعه من الاسامي، حابه اذكرهم؟ لا ما ينذكرهم صراحه، نوصلهم للكويت خلهم بالمغرب. شلون ليش حتى تصريحات الدنيا؟ تشوف انا من عيد اقول لك ان صراحتي هذه شو اسوي، انا انسانه صريحه، شاء من شاء وكره من كره، انا قلت الصراحه. يعني نازلين فيني ومسوي عمليه تجميل انا اقولها امام الملأ، ودائما انا اصور من اسوي شيء، انا ما اخاف من احد، ومن اصور بوتوكس وفيلر حتى رجال صاروا يسوونه. يعني في شويه شنو أقول لك، تخلف في الموضوع، إن كأنه عايشين في جزر الوقواق، ما ندري شنو صاير في الدنيا. وفي اللي يقول لك أنا مو مسوي وأنت أشكره تشوف إنه مسوي. فأنا إنسانة متصالحة مع نفسي، نقية من الداخل، فأنا عبالي أن الكل متصالح مع نفسه، ما عبالي ما أدري إن في ناس ما عندها ثقة في نفسها، فهذا فقط الخلل اللي كان موجود. ما قلت شيء من العيب، البوتوكس الفيلر مو مسبة ابدا، مو عيب ان الانسان يشوف نفسه جميل او يسوي نفسه جميل لاحد معين او يسوي تعديلات، هذا مو غلط. بس الناس اللي شويه مو متصالحة مع نفسها تشوف ان هذا غلط. وصراحة بعد مو ماخذين يعني من جهة ان مثلا انت طلعتي على الفن تصدرتي مبكر، يعني كنت صغيرة ومراحل عمرية مختلفة، حتى بطبيعة أن تطور شلون المكياج قاعد يكون أو طريقة التسريحات، كل هذا هم قاعد يغير طبعا. لا بس تشوفي بين إحنا نسوان، يعني من سوي الإبرة في الشفايف، تعليمة الإبرة تتم. إحنا مش نازلين من جايين من جبل، ما في سوشيال ميديا، ما في، لا غلط. أنا لأني إنسان متصالحة مع نفسي ففكرت أن الكل متصالح مع نفسه، فالسؤال المطروح إنه دامك مو مقتنع في الشيء ليش تسويه؟ هاي السؤال اللي يطرح نفسه في الأول وفي الآخر. أقوى سؤال بالحلقة يمكن اليوم. لا بس يمكن كان غلط، لأن أعطي من أضوائي للباقي. ندمت يعني على أن أنت قلتي أساميهم؟ مش ندمانة ترى، أنا ما أخاف من أحد والكل يعرف أني أنا ما أخاف من أحد، بس اتخذت قرار لأن أمي تدخلت الحين في الموضوع. قالت لي أنت تكبرين من شخص معين كان في قوقعة، أنت تطلعينه من قوقعته، عندك أضواء ما شاء الله، أنت قاعدة تعطين من أضواءك لناس ثانية، فاكتشف أنه فعلا ما يستاهلون،
وفي كل مرة أطيح في نفس المشكلة نعم. بس هالمرة تدخلت أمي. حلو إنه يكون في موقف متكرر ويكون أقرب الناس لك، يعني يوعيك إنه تاخذين مجرى ثاني. أي أمي تدخلت حتى نعم. زوجي نعم. قال لي يعني ناس ما لها معنى الناس مو مهمة قاعد تسوين منهم ناس. ففعلا أشوف إن كلامه صح وكلامه للأمانة. أنا وفيصل قاعد نشوف إن أنت وايد متحدثة صراحة ومنطلقة، ويعني عندك لكل سؤال عندك الرد المناسب، سرعة بديهة تبارك الله. إن شاء الله بعد ضرورية قبل لا تطلعين التقرير اللي تبينه لازم أصفر لها على الصراحة المتناهية للأمانة. اليوم قلة من يتكلم في صراحة، اليوم اللي يتكلم ويقول دنيا بطمة مثير للجدل، أنا أقول له يا جماعة مو مثير للجدل، اقعد وياها وراح تشوف هذه الشخصية وروحها الجميلة وتتقابلها وتسولف فيها. صريحة وواضحة، يعني قاعد تتكلم في أمور منطقية. راح نشوف لقبوك في أميرة القفطان المغربي صح؟ اي خلينا نشوفه مع بعض هالتقرير ونرجع نسولف عنه. سموها سفيرة القبطان المغربي، تميزت دنيا بطمة بأزيائها ذات الطابع المغربي، فتنوعت أزيائها ما بين الجبدور والقبطان المغربي والجلابية والكندورة. إطلالاتها كانت دائماً مميزة، ومن خلال أزيائها تعاونت مع الكثير من المصممين الأزياء اللي اهتموا بأن تكون إطلالاتها تحمل الطابع المغربي الممزوج ما بين التراث والمودرن. في أزيائها نلمس الزخارف والشغل اليدوي، فهي خير من يمثل بلادها من حيث الأزياء، نشوفها في الأبيض في الأزرق في الأحمر وغيرها من الألوان، لأن دنيا بطمة مغربية الدم والعرق، فحب وطنها حرصت على نقله إلى جميع ما زارت من بلاد. دنيا بطمة انت زوينة بالزاف. والله زميلتنا منى صراحه انا ما توقعت تتكلم مغربي بعد، ما هي سهله منى بعد والله زين الزاف للامانه. منى يعني يعطيها العافيه على هذا التقرير، للامانه شفنا ضحكتها اول ما سمعت زوينه بالزاف. لها موهبه بعد، يعني ما طلعت هينا بس. مشكوره منى على التقرير الجميل وكلامك بالمغربي، شكرا. نبي نسمع عاد الحين مغنى. ايه ان شاء الله. نسيت القبطان. أبيك بجنبي الليلة، ترى كل الجروح صغار، كبير الجرح في ظنك وأنا في ظني أصغرها. خلي لسما يسمع أساسا ما بقى أسرار، غيابك كسر سكاتي وكل أسرار يظهر. جنبي الليلة ترى كل الجروح صغار، كبير الجرح في ظنك وأنا في ظني أصغرها. خلي لما سمع يسمع أساسا ما بقى أسرار، غيابك كسر سكاتي وكل أسرار يظهرها. غيابك علّب دنيا تغيب وتدبل وتحتار، وعلمني تدبلون
علمني عليك بكيلو نفسي واقهرها ابيك جنبي الليله ترى كل الجروح صغار كبير الجرح في ظنك وانا في ظني اصغرها خلي لسما يسمى اساسا ما بقى اسرار غيابك كسر سكاتي وكل اسرار يظهرها. الله 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 ما عبرت حتى عقب مغناها. والله انا عن نفسي ما ابي اسولف بعد، انا بقعد اطلب اغاني وبخليها تغني. بس اول مره ما تبي تسولف. لا 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 ما ابي اسولف، انا اليوم ما ابي اسولف. بالحلقات اتابعك يعني سولف. لا لا انا شويه ترى من الزمن الجميل احب الطرب واحب الاغاني الجميله ودائما والله ما في احلى من الاغاني. عندي شغله مهمه جدا، الفنان الحقيقي اللي يمتلك الخامه الصوتيه الرهيبه لما يغني وهو بالمايك بس. صحيح. من غير استوديوهات ومن غير فلاتر ومن غير شيء، تعرف الفنان الحقيقي لما يكون بهالطريقه. الله يخليك. فنانه حقيقيه فعلا وصوت ذهبي ما شاء الله. محبه جدا لقيتارة الخليج. اكيد اكيد. الفنانه الكبيره بخير طبعا. الفنانه الكبيره نوال الكويتيه اعز صوتها. نعم. صوتها مروحه مغنى. نعم. وسعيدة جدا أن اليوم التقيت في أحد أعمدة الفن الكويتي والخليجي بصفة عامة والعربي الأستاذ أنور العبدالله اللي بدع في مجموعة من القطاع. نعم. وسعيدة كذلك أنه راح يكون لي جديد في تعاون، يعني في تعاون جديد. نعم. إن شاء الله أتمنى. نعم. مع الأستاذ. نعم. أنور العبدالله وكذلك راح يكون مع الأستاذ عبد اللطيف البناي. الله وراح يكون هذا العمل وشبل الأسد. أكيد. أكيد. اللي هو حمد الخضر. حمد الخضر أوجه لهم تحية. راح يكون عمل إن شاء الله قادم وأنا سعيدة أني راح أغني أغاني لها قيمة. إنزين الأغنية جاهزة ولا بعد ها؟ لا راح نبتدي فيها. راح نبتدي فيها. طبعًا هذول الشخصيات تكلم على الكاتب القدير. عمدة للفنان. من الشخصيات لما يعطي فنان أكيد مقتنع فيه مليون بالمية إن هذا فنان حقيقي. صحيح. ولي الشرف طبعًا. نعم. إني أغني ويعتبر صوتي من أصوات الكبار اللي هم صنعوهم. فسعيدة جدًا صراحة. بس بنقلك رسالة. الجماعه عندنا الشباب بالكنترول ناسين انهم فاتحين لنا المايك وهم داخل الكنترول مستمتعين جدا للامانه. هم ناسين ترى ما يدرون، بس انا قاعد اسمع المتعه والوناسه والسلطنه من الاخراج من الشباب الاعداد مستمتعين جدا في هذا الموضوع. مشكورين والله. جنود الخفاء يعطيهم العافيه. اكيد 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 طبعا. بعد قلبي احنا نبي نرجع اكيد مع تصريحاتك المتصدره في السوشيال ميديا. دائما يعني اذا كان خلينا نقول مثل ما قلنا قبل شويه انه كان مثلا ذكرتي اسامي او زميلات موجودين في الفن كان لموضوع معين ومحور معين اللي هو التجميل، ولكن احنا ما ننكر ان انت في المقابل ايضا لو كان في اي مغني او اي فنان عندكم مع اي مشكله كمان تتصدرين وانك انت تبادرين طبعاً في هذه المواضيع خصوصا في موضوع سعد المجرد الفنان. طبعاً. شوفي على قد ما انا يمكن عندي سوء تفاهم ما 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 اعتبره نقاش، سوء تفاهم مع بعض بنات بلدي الا واكون شرسه لما احد بعيد يتكلم عنهم عن هاي في الاخر هاي بلدي هاي بنات اليوم بلدي. معنا صورتك على الفنان سعد المجرد الله يفكه. الله يفكه. نعم. على خير. هذا من الاصدقاء اكيد كان دفاعك قوي جدا ولا زلت ادافع عنه بشراسه لان اعرف اخلاقه واعرف انه انسان جدا مثقف جدا جدا اخلاقي عنده اخلاق كبيره وعائلته كبيره عندنا بالمغرب واخلاقهم عاليه وممثلين كبار فلا زلت ادافع عنه رغم إدانته من القضاء. أيوة وأقول كل واحد يتكلم عنه سواء صحفيين سواء أي أحد يتكلم عنه أقول له الله لا يحطك في مكانه لأنه هو في موقف صعب ما حتى عدوي ما أبغى ينحط فيه فالله يفكه على خير الصراحة. بس اليوم كان لك انتقاد لادع على كثير من الأشخاص اليوم اللي انتقدوا وجود سعد أو أنها جموع وتكلموا منهم اليوم الفنانة التونسية هند صبري كان لك رد عليها قاسي ان هي اي قلت لها الله يحطك الله لا يحطك في مكانه يعني اتكلم عن شخص انا ما اعرفه عن قرب ولا متاكده من صحه الكلام يعني يقول لك ما في اتهام حتى تثبت ادانته هو مو متهم بريء حتى تثبت ادانته بريء
حتى تثبت إدانته. حتى يعني إحنا نقوم ونتكلم وعلى بصفتنا شنو؟ بصفتنا منو؟ هو عنده مشكلة الله يفكها على خير يحلها إن شاء الله، لأن إحنا كلنا المغاربة نثق نثق فيه، فئة قليلة تتكلم عنه الله يساعدهم فقط. الله يساعدهم إن شاء الله. ودي أتكلم شوية عن بعض التصريحات، بس هذا لازم ينقري شيء كامل لأن هذا ما ينفع أنك تقرأ. كاتبة: عذرا لمن لا أعجبهم، أكرهوني لصراحتي القاسية التي تعتبر وقاحة عند البعض، خيرا من أن تحبني لنفاقي وأقدر النفاق. هل تعرفون معنى النفاق؟ منو ينافق دنيا بطمة اليوم؟ كثير. تعاملتوا مع المنافقين؟ تعرفينهم؟ تعرفينهم؟ متحمس. كثيرين. شوف أنا أقول منافقين ولكن مش متأكدة من صحة الكلام. نعم. لأن اللي وصل لك كلام هم مضاد المنافق. اللي يقول لك يقول عليك. أكيد. فلهذا أنا ما أصدق. كثير أشياء توصلني، كثير أشياء ما أصدق إلا لما أشوف بعيني هذا الإنسان كاتب. أو هذا الإنسان بعث لي مسج أو ياما كثار هم. يعني يمكن أصابع ما عدهم. ما حسيتي في أحد المنافقين هذول من حواليك إحساس نقول مثلا؟ هي عرفتهم شكلها صدقني من عيوني قريت كثير، بس تتماشى مع الزمن. تتماشى مع الزمن. مستفيدين هم منك على هذا النفاق يعني؟ في ناس تستفيد يعني تستفيد من هذا وتستفيد من هذا وتستفيد من هذا وماشي حتى هي مع الزمن، بس تتكلم فيك مع هذا أنا أي واحد يجي يقول لي ترى فلانة قالت فيك أعرف إنه هو بإمكانه يقول عني. أكيد طبعًا. فصرت مو مصدقة أنا جيت في زمن مو زمني. أنا أحس اليوم دنيا شون اللي تعامل الناس تعاملهم اليوم أنا طايحة عليك إنك منافق وإنك كذاب وبخليتك مزاجي. بس يوم أشوفك كتبت أنت بلسانك أطلع لك عد الأول والتالي ها أطلع حد الخير. ساعتها بطلع لنا العرق المغربي يعني. راح نسمع مغنى ولا نكمل حديث؟ إيش رأيكم؟ شنو ودك؟ شو ودك؟ والله نسمع؟ يلا نسمع. وفي أغنية أنا خاشها لك بعدين بطلبها أنا، شيء مغربي قديم. بعدين راح نقول عنه. يلا إن شاء الله ليش لا؟ شو تبون تسمعون؟ اختياراتك صعبة الصراحة. أي والله. يلا نسمع. أنت حل شخصيتك؟ الفنانة عبد المجيد. أنت حل شخصيتك وقف أمام مرايتي وضمني وحبني وحكيلي وش سوى زمان وش حلتي لا صرت لي في الدنيا هذه غايتي مع إني ما كنت أعتقد هالحب يلقاني وكان أنت حب شخصيتك وأوقف أمام مرايتي وضمني وحبني وحكي لي وش سوى زمان وش حلتي لا صرت لي في الدنيا هذه غايتي مع إني ما كنت أعتقد هالحب يلقاني وكان هزمتني هزمتني وقلقت فيني راحتي كم قلتها ما راح أحد يضرني برك يا الأمان هزمتني وخليتها باللون الأبيض رايتي باستسلموا كلي وكلي لك حنان هزمتني هزمتني وقلقت فيني راحتي كم قلتها ما راح أحد غدرني برك يا الأمان
عزمتني خليتها باللون الابيض رايتي مستسلم كل رجاجي وكل لك حنان. يا الله مميزه كالعاده صراحه حبيبتي. مميزه كالعاده ويا هني قلبهم اللي قاعد تكونين معاهم اكيد بافراحهم واعراسهم يعني اكيد الاجواء بتكون معك غير وياهم في المغنى طبعا. فكرت بالاعتزال انا في يوم من الايام الحين ما جاني الاحساس للحين بدري كثير يسالوني اقول لهم والله قاعده على قلوبكم حاليا الحين مستعده طيب لو وصلتي لهالمرحله شو يعني في امور ممكن تخليك تروحين لهالمرحله انا جاي بعتزل شوفي لو كانت فنانه مكاني كنت ابصم لك بالعشره انها اعتزلت من زمان لو كانت فنانه مكاني في مكاني ان في السوشيال ميديا وهجوم وما ادري شنو كان من زمان اعتزلت يعني هاي ابصم بالعشره تحتاج قوه بس انا ما في شيء يجعلني اعتزل الا اذا في يوم من الايام بنتي او احد مقرب قال لي خلاص 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 بس اي وان شاء الله بعد ان يوم اكمل احلامي واللي ابي اوصل له ويكون جمهوري او فان ذاتي مقتنعين انه انا خلاص بوقف ساعتها بوقف لا والله انا اشوف انك مطوله على التوقف واحنا صراحه احنا نقول احنا ما نبيش توقفين نبي ان شاء الله مستمره وتمتعينا دائما بهالصوت الجميل خصوصا عندها استراتيجي وبلانز وكيف تتلون وتتغير في يعني ما انت سهله ما انت هينه في عمل في عمل في شغل في اداره اعمال ناس تشتغل وقاعد تخطط وقاعد تسوي يعني الموضوع مو تعال كذي يا بت الطاري خلنا نسولف عن غزل ايش غيرت فيك غزل غزل غيرت كل شيء غزل صرت كنت شخصية وأصبحت شخصية ثانية يعني صرت أم يعني عندي مسؤولية كنت قبل عادي يمكن أروح الصالون ولا هي وخلاص وتلفوني ما أشيله إلا بكلم عيلتي أو أمي أنا قاعد نشوفها مع بعض مع المشاهدين إيه الآن لا الآن شكلها قوية على الماما وشجاعة الآن لا لازم 24 ساعة على التليفون أسأل عنها كلت ما كلت قاعد تلعب يعني مجموعة من الأشياء حسيت اللي اليوم غيرت في محاتات الأمهات اليوم ها حسيت شلون كان يحاتون وين رايحة وليش تأخرت وليش مش عارف إيش كثير والله شلون شعور الأمومة حلو يعني ما أقدر أوصفها إلا لما الإنسان يحس فيه فعلا يعني قبل كنت أشوفهم يقولون هالكلمة ومش فاهمة شنو قصدها وشنو معناها أفكرهم يتغشمرون ففعلا يوم ولدت مش عارفة أوصف هذا الإحساس اللي الله لا يحرم أحد منه صراحة تدرين وإحنا قاعد نسولف قبل نسولف على غزل كان ببالي سؤال تي من ضمن التصريحات النارية اللي تسويها صرحت يوم من الأيام وقلتي إن الفن حرام واطلب من الله التوبة إن شاء الله والله التصريح هذا كان طبعا هو قاعد تكلمين في كلام منطقي منطقي وكلام شرعي وكلام سليم صح ولكن يقولك شلون والله اليوم دنيا تصرحت تصريح وهي ما زالت تغني وموجودة وعايشة حياتها شوف عن حب والله وتدري عن هذا الشيء إنه حرام عن حب نعم. كثير ناس قاعد يسوون أشياء حرام مو بس الغنى إنك تتكلم عن أخوك وتاكل في لحمة هذا أكيد. حرام نعم. في حد ذاته يعني فكتير أشياء قاعد نسويها أو يسوونها ناس حرام فإحنا قاعد نسوي شيء يمكن يكون الله يتوب الله يسامحنا نعم. بس حبته يعني يمكن إنه يكون غلط بس أنا حبته وإن شاء الله في يوم من الأيام أصلح هذا الغلط في بعض الأشخاص نورة والدنيا معانا بعض الأشخاص عندهم فكر في موضوع الحرام في عندهم حرام وايد كبير وفي حرام عندهم صغير زين فالحرام الصغير يقول لك يلا عديه وتمشي عادي لا لكن الحرام الكبير هذا ما قرب يمه حرام حرام والحلال حلال علشان ما نشد على روحنا فالله ان شاء الله نكون قاعد نسوي اشياء قاعد تغطي على الشيء الحرام ما اعرف اذا هو كبير او صغير اللي قاعد نسوي تعرفين شنو الدنيا يعني الشيء الحديث يجر حديث مثلا ممكن تقولين مغنى حاطته في مثلا حسابك ولا مثلا حاطه شغله ولا يعني عرضت لك لبس معين تلاقينهم هم يعني يقولون لك حرام بس الطريقه اللي يوصلون لك اياها الحرام تقولين ان هم اللي قاعد يكتبونه حرام يعني ما في داعي كل واحد عارف شنو قاعد يسوي كل واحد يعرف مسؤول عن ذاته مسؤول عن ذاته انا يوم اموت انا اللي راح اتحاسب لا انت ولا انت ولا غيرك يعني المفروض ان هاي الامور تكون عندنا
يعني ان لبستي شيء وروحي سوي خير للناس، انت مش عارف اذا انا قاعد اسوي خير او ما اسوي. يمكن الخير اللي اسويه انت ما تسويه، اللي انت تصلي 24 ساعه وما ادري شنو تسوي، في الاخر بكلمه ممكن انك تعفس كل شيء. فيمكن ان انا بخير صغير وبسيط اني اسوي شيء كبير عند رب العالمين. فالمفروض ان ما نتعمق وندخل في امور احنا ما لنا خص فيها ونتفلسف واحنا مسوين اكثر من الشيء اللي مسويه الطرف الثاني. بس سمعت شلون تتكلم كويتي؟ ايه تقول كلمة ما نخص فيها. ما نخص فيها. اليوم الكلمة الكويتية الرسمية حق البنات ابي، هذه عشان خلاص تاخذ الجنسية مالتها. بس الاصلية ابي. 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 عاد هذه عند البنات كل الناس يقولونها بطريقه كل يعني. كل واحد شو يقول امبي، بس انا احب امبي بس كلها توصل حق نفس السالفه. احنا ودنا نسولف عن التكريمات والجوائز، بنشوف هذه الصوره ونعلق عليها. ترشيح دنيا بطمه لنيل جائزه عالميه في مجال الغناء. خلينا نتكلم عن هالجائزه. هي مصدومه ترى. ايوه قاعد اشوف النظره. اعدادنا ترشيح قوي. اي انا جدا سعيده صراحة. نعم. أنا فرحانة لأن راح أسوي خطوة ثانية. نعم. يعني راح أسوي ستيب لكل من يتمناها، اللي هي راح أفتح ولو نافذة صغيرة من العالمية. اللي هي هذه الجائزة اللي أنا مرشحة لها. هي جائزة عالمية في أمريكا لوس أنجلوس إن شاء الله، في مسرح الدولبي المعروف. ومعي كبار الفنانين كالفنانة هيفا، الفنانة أحلام، فنانين كبار كرامي، الفنان رامي عياش، مجموعة من الناس. وسعيدة كذلك أن راح أكون مع العالم المغربي اللي هو ريدوان. هذا خطوة كتير مميزة وكبيرة بالنسبة لي، وسعيدة كوني مغربية وحيدة في هذه الجائزة وعمري صغير، وراح أخذ هذه الجائزة إذا الله كتب والناس صوتوا لي من بلدي ومن غير بلدي، فراح تكون خطوة كتير كبيرة. أنا ونورة من الحين مصوتين بس عطينا الكم الرقم مالهم وإحنا راح نصور. شكرا. سهلة بس في هاشتاجات إن ينزلون صورتي، وهاشتاج دنيا بطمة باما 2018. وفي على الموقعهم فقط تدخل وتختار اللي تبي وفوت. شيء حلو الصراحة. إن شاء الله بعد على حسابك للتأكيد على هذه الطريقة يشوفونها من حسابك أكيد في الإنستغرام. وطبعا نبي نبحر أكيد في أسئلة جديدة وياك. نسمع مغنى ولا نسأل سؤال؟ والله أنا بيسمع بعدين نسأل. صدق اليوم أنا وياك خوش مستمعين. إيه لا بنسمع شوية. يلا بتسمعينا ولا أعطيش الأغنية المغربية اللي خاش هانا؟ قلني بما أن سالفنا على المغرب. هم أغنيتين، يا أما تغنيني جريت وجريت. أيوة. ولا جوني مار، واحدة فيهم. اوكي نغني ولا ميكس تسوي لك ولا ميكس عاد كيف عاد هذه ثقيله هذه جريت هذه قصه جوني مار شعبيه مالتنا. نغني ياك جرحي. يلا ياك جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيت فيه ياك جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيت فيه يا سلام. بنلحق بعد حتى على مغنى اغنيه كويتيه، وبنلحق على شيء لي من جمهوريه مصر العربيه. بنروح كل مكان اليوم بتجول مع صوتك ان شاء الله. تدرين في السوشيال ميديا يعني الاعلانات مهمه صح؟ وينك بهالاعلانات؟ تهمك؟
حققت لك رصيدي همك. اي في ان شاء الله قريبا مع انت معاهم بعد على الاعلانات وال والسوشيال ميديا راح يكون ان شاء الله اشياء راح افتحها مع الشركه في الكويت. ما عندنا مشكله تقولين عادي مع بوتيكات بالكويت مع بوتيكات زين فعبالي في ناس ما تحب تسوي اعلان. نورة طلعتي معاهم احنا ما ندري شلون. لا انا مو مع بوتيكات. انت الحين لا مو مع بوتيكات. يلا ان شاء الله تصير وجهه خير علي ان شاء الله وادخل ان شاء الله بالعكس ان شاء الله راح يكون كلموني المسؤولين منهم وان شاء الله راح يكون بوتيك مختلف يعني حابه اني اسوي فيه شيء لي انا كدنيا بطمه مميزه فيه. طبعا وانت مميزه دائما يعني تتخيل مثلا بوتيكات عارف يعني يعلنون عن مثلا اشياء امور هم يستخدمونها حتى كتب فيه صح. فيعني قاعد اتخيل شلون انت بتعلنين الاعلان مع مانشيت. لا لا تحسين انا ترى بارعه في الاعلانات بارعه جدا يعني في الناس تبعت لي واسوي لها اعلانات جدا فالخير وجدا مرزوقه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله دوم يا رب. يا رب لا اكيد بتكونين متصدره وتكونين مميزه ومن الاوائل في ان شاء الله. احنا ان شاء الله ناخذ من هالمرزوقه بعد وياها احنا بعد ان شاء الله اقول بركات الدنيا ان شاء الله بركات الدنيا. ودنا نسولف عن موضوع الاعلانات اللي قاعد تسولفين عنها اليوم. حتى اليوم الفاشينيستات والبلوجرز قاموا يهم يزعلون يقولوا الفنانين دخلوا علينا بالاعلانات سكروا علينا البيبان والله انا لا يعني صار عندهم هذا الفكر يقول لك احنا هذا سوقنا وهذا طريقنا وطلعنا فيه والفنانات لهم الفن والمغنى والفنانين الممثلين لهم التمثيل. لا في فاشينيستات يبثلون وكله دخل في بعض يعني كله دخل في بعضه. فاشينيستات صاروا يمثلون في منهم يغنون في ممثلات يغنون في يعني هذا فن في الأول وفي الآخر. في ناس عندهم قبول من رب العالمين لبسهم يعجب الناس مقبولين أي شيء ينزلونه ينباع. في ناس صوتهم حلو في ناس أداءهم في التمثيل يعجب يعني هذه مواهب هذا فن بصفة عامة يعني ما فيها عيب إن أتعلم من هذا أتعلم من هذا وأدخل هذا المجال أشوف إذا أنا بارعة فيه أو لا مو عيب أشوفه. والله ما حد ذبح الناس إلا الحسد يا نور. الحسد قتل صحيح. الناس قتل الحسد. لا وإذا وصلك شيء وسويت إعلان والله صرت تبيعين سلعة آخر يامك والله دارية بتوقع متوقعة لا ما يدرون بتكون ما يدرون يعني ما يدرون إن هم لو وصلهم هذا الشيء راح يعجبهم اكيد طبعا وراح ينبسطون وما يتكلمون الا من قهرهم. انا متاكده كفنانه مغربيه يعني حتى انت الحين تصدرتي هذا العمل في الكويت يمكن اول واحده بعد يمكن في احد مغربي ما ادري بس انا اول ما طرحوا لي الفكره حبيت لاني اشوف وايد من ميك اب ارتست اصحابي اللي موجودين كروان الرقيبي انا وايد احبها اللي 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 ما شاء الله عليها تفهم يعني في ناس داخله على بوتيكات فاهمه شنو قاعده تسوي وفي ناس بس قاعده تبيع بس انا حابه اني اكون انسانه فاهمه الاشياء اللي انا راح انشرها للناس ومجربتها يعني عن تجربه انا معروف عني انا اجرب فيني بعدين اراوي الناس عشان صراحه وناسه ننتظرك ان شاء الله ان شاء الله نشوفك ان شاء الله ونتابع هذا المصداقيه ان اجرب بنفسها وبعدين لا والله للامانه والناس كلها تعرف اني اراويهم الشيء بس اقول لهم ما راح انزل لكم من وين الين ما انا اجرب عن نفسي واذا كانت النتيجه زينه انزل لهم اقول لهم هذا من وين تاخذونه الحمد لله. كنت يعني جميله في الاستديو معنا الصراحه ووجودك يعني للامانه اضاف لنا واستانسنا واستمتعنا في المغنى بس انا طول اللقاء كل ما قاعده اشوفك ودي يعني حولها احد شخص تحبينه بيكون وعزيز عليك اكيد بتشوفينه معنا في الاستديو بس بعد التغريد. إذا كان القول السائد أن وراء كل رجل عظيم امرأة فإن ضيفتنا لليوم مثال حي لأن وراء كل امرأة ناجحة رجل ناجح يؤمن بموهبتها ويضيء لها الدرب لتمضي في الحياة. المنتج محمد الترك زوج الفنانة دنيا بطمة يعشق العمل في صمت لا يحب الظهور الإعلامي ونشاطه محدود عبر مواقع التواصل رغم ذلك عطاءه كبير وحبه لضيفتنا أكبر. الترك تجاوز أخيراً وعكة صحية مفاجئة في أول ظهور لا بعد أن تماثل الشفاء يا هلا فيك ويانا. آه
نستقبل في ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الترك في اول ظهور بعد رحله العلاج. اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك. الله يسلمك. الله يسلمكم ويخليكم. تقريبا اول ظهور في تلفزيون اعلامي رسمي في الكويت. نرحب فيكم اثنيناتكم اكيد. الحمد لله على السلامه. من قبل شوي كل ما طالعه احس الصوره ناقصه. قاعد اقول يلا متى نوصل على الوقت للامانه. واستانست على فرحتها ان انت موجود معاها اكيد في اللقاء. اي احس تشيك اكتملت ان تشيل المرأة الحديدية خلاص. انا اللي اكتملت والله مو بس انت. دوم ان شاء الله هالفرحه والابتسامه ان شاء الله والله لا يفرق بينكم. اليوم نبي نسولف شوي عن صحتك طمنا اكثر. ما لنا شغل بالسوشيال ميديا بناخذ التصريح اليوم صوت وصوره منك. شلون صارت الوعكه الصحيه هذه فجاه يعني؟ والله شوي كنت في المغرب انا وقتها. نعم. وكان عندنا وايد ضغط في الشغل. كان مثل ما شفتوا انتم في الصيف شوي حسيت في آلام معينه في اماكن معينه في جسمي وخذيت النقلنا عادي الموضوع عادي يعني تعب ورهاق. بعدين سوينا فحوصات لا وحصلنا انه في شيء. وقررت انه يعني لا اكتشف اكثر واكثر. تعمقت لا حصلنا انه لازم نروح نعالج. نروح نعالج. اليوم صح الحمد لله طيبه الحين. اي طبعا سافرنا للاردن هناك والحمد لله. أجر عافية إن شاء الله ويبعدك يبعد الله عنك كل سوء إن شاء الله. ويعني ما أدري إيش حقه. سولفنا قبل شوي مع دنيا إنه يعني كل ما صارت شغلة عندكم أو سويتوا شيء قالوا فبركة ولا اخترقوا الموضوع. هذه مثل ما قالت الدنيا ناس شوية وصلنا لمرحلة إن الناس حسيتك صارت مريضة مو بعارفة إيش تقول بس تبي تسولف. تلعب على الإنسانية. اي يعني كل ما واحد طلع شيء وتكلم قال لك لا هذا قاعد يتصنع لا يوصل لشيء. انا ايش بوصل له؟ نعم. يعني مثلا واحد ما بيطلع بيتكلم وبيقول يعني شنو المغزى من الكلام؟ يعني باخذ شهره اكثر من محتاجها. نعم. انا كل اللي احتاجته من كل الناس يعني اللي يحبونه ويعرفونه انه يدعون لي. يعني انه اللي كان زعلان مني مثلا يسامحني، اللي كان مثلا في خاطره شيء يقول لي اياه. والحمد لله احنا الحين فضل دعات الناس كلها يعني وقفت ويانا الحمد لله رب العالمين. واحنا رجعنا. نعم. وان شاء الله راح نرجع اقوى. واحنا نسولف مع دنيا قلنا نسولف على موضوع الاسماء المسوقه. واليوم اسم محمد الترك ودنيا باطمه مع بعض يعمل ضجه كبيره داخل السوشيال ميديا. يعني اليوم هالفيديو قعدتك بس بصير لويا السوشيال ميديا. انا عارف الحين الوضع راح يشتغل. دنيا ايش رايك تهدينا اغنيه؟ تهدين أغنية؟ أهديك. ليش ما أهديك؟ عرفت تعرف أي أغنية؟ ها؟ يلا. تيا لا لا تيا لا 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 وش قد أحبك أنت تدري قد الفرح في اليوم وقد السنين وش كده ودك لا تسألني لأن كل شيء انكتب فوق الجبين وش كده أحبك أنت تدري قد الفرح في اليوم وقد السنين وش قد ودك لا تسألني لأن كل شيء انكتب فوق الجبين أو كل شيء سافر في بحر عينك وش كذا عذبني الوالا انت تدري وش كثر قلبي يذكرك يا نور العين وش كثر عذبني الوالا انت تدري وش كثر قلبي يذكرك يا نور العين وانت طيفك يسليني لو تبعدي وانت طيفك يسليني لو تبعدي كلام الناس
أذوق النور أذوق النور وكل شوقي ذلكذك ساب في بحر عينك وكل شوقي حالة حب قدامنا في عسير. بالعادة يا نور لما نتكلم ونقول المرأة عاطفية وحنونة وتملك عاطفة كبيرة وعاشقة، لكن هالمرة بتكلم عن الرجل. الرجل يبين عشقه من لمعة عينه، ومحمد اليوم لمعة عينه وصلت أعلى سقف العشق. أعلى سقف العشق اليوم أنا شفته من محمد، والله يتمم عليك إن شاء الله. دائماً دائماً أقول أنا دنيا مو بس زوجتي، أنا دنيا صديقتي قبل ما تكون زوجتي، دنيا حبيبتي، دنيا بنتي. يعني انا عشت معاها ومرينا في ظروف وايد في حياتنا اكيد الحمد لله، يعني ان قدرنا تتجاوزون يعني تجاوزنا مراحل بعيده، فخلاص هي وصلنا لمرحله ان هي فهمتني وانا فاهمها الحمد لله. الناس مو راضيه تفهم هالشيء، يعني اقل احنا فاهمين بعض. اقل 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 موقف صار مثلا يوم ما تكلمنا عن موضوع يوم ما تعبت مرات. نعم. إيش لا دنيا ما نزلت لك، أنت ما رشنا وأنت ما أدري إيش. هو أنا عندي وقت. وهم ترى مو فاهمين الصراحة، ترى يمكن الشيء أول مرة أقوله، ترى أنا اللي كنت أمنع. يعني الحالة النفسية اللي كانت فيها اللي مرت فيها. قلت لها لا، قلت لها أنت خليك الحين لا تبيني إن الناس أنت ضعيفة. وأنا مو بضعيف، أنا إذا شفتها أنا نزلت وبدينا أنا نحس بهذا الأمر. 99% من العلاج نفسية. فأنا ما حبيت إن هي بعد تدش معي، لا خليتها، قلت لها خلينا حياتنا تتم طبيعية، خلينا نكمل مثل ما إحنا. الناس كلها تعرف، الناس فهمتها في منطلق ثاني، قالوا لك لا هذا منفصلين، هذا لين ما أدري شنو، هذا لين هذا لين. وصلوها القصة سيناريو ثاني على كيف. هنقول إحنا يعني مثلاً كل طرفين أو كل الاثنين يحبون بعض يشوفون مزايا بعض أو صفات حلوة في بعض، بس إلا ما يكون في شيء ثاني مخبى عن الدنيا. مشكلتها عندها مشكلة واحدة. هي واحدة ولا مرة راح تغيرها. ترد تجاوب الناس، تعطي الناس يعني قيمة هي بغنى عنها. ما له داعي. يعني أنا مشكلتي مع الدنيا كل الناس تعرفها، يعني وحتى المقربين لنا وحتى البعاد يعرفون. المشكلة الوحيدة بين محمد ترك وبين دنيا باطمة إن هي قاعدة تعطي للناس حجم أكثر من حجمها وتجاوبهم وتردهم وتفتح مواضيع ما لها داعي فيها. لا بس قلت لهم قبل شوي لما تدخل خلاص، لما تدخل زوجي أمي خلاص نقطة نهاية. هي دائما تقول لك نقطة نهاية وأنا بنرجع نرجع نقول ثاني وراح نتحكى. والله لا احنا ما حصل معنا شيء صراحة. لا أنا قاعد أقول لك احنا إن شاء الله على العهد والالتزام. يعني تضيفونا بعد سنة إن شاء الله نكون كلام صدق إن شاء الله. لا لا أتمنى. شوف على الوعد في عز الصيف مع نورة وفيصل. أنا خلاص. خلاص. لا لما دشيتوا أنت وأمي خلاص يعني. إحنا للأمان لما سألناها ماكو شيء. إن صدق لا صدق اكتشفت يعني. صدق اكتشفت إن قاعد أعطي قيمة للناس محتاجة لها القيمة. تسويها وأنا على الهواء وعلى السيف لك أحلى هدية في العالم. إن شاء الله خلاص. سويها. محمد دنيا ست بيت تطبخ وتسوي ولا مقزرها مطاعم أنت؟ والله لو لاحظت. دنيا خافت. لو لاحظت يعني شاركت هي في برنامج ماستر شيف طبعا جاب البرنامج بعرف جاوبها جواب دنيا. انا قاعد اقول لا هي تشوف مسكينه تحاول نعم زين بس ما عندها وقت نعم. يعني الله يساعدها. انا قاعد اقول يعني وقتها مو بلها، يعني حفلات، واذا ما كنا في حفلات نكون ترتيب استديوهات وما استديوهات. انا من الناس اللي لا نشيط احب اقوم اصب وعندي هواي انا الطبخ يعني هو انا طبخ ماهر. انا ما احب احد في البيت عشان هو اللي مخليني كسوله هو طبخ. استغلت وانا استغليت الوضع استغلت يعني الفرصه الحين موجوده فصرت اقول له انا ما استغنى عن اكلك، اكلك لذيذ ما اكل غيره. هو يعني لذيذ لانك ما تستغني عنه ولا كسل؟ لا والله العظيم لذيذ. اوكي زين الحين محمد قال شنو الشغلات اللي مو زينه بدنيا، شنو الشغله اللي مو زينه فيه؟ الشغله اللي مو زينه فيه صح. نطلب بس من مدير الاستديو اذا تسمح ماي، لان ما شاء الله الحوار قام يجيب الانفعال. احنا قلنا شغله مو زينه فيه الريال قام يمكن شرق الريال من الكحل. لا لا الشغله اللي مو زينه فيه انه قبل اقول شيء اعرفه ما ادري شلون، يعني اقول له ابي اقول لك شيء، يقول لي تعالي سوي لي كذي، تقول لي انا بقول لك شنو تبين تقولين، تبين تقولين كذي كذي كذي. صدق ابي اقول هذا الشيء
فدائما كاشفني هاي البشاعة. انا بالنسبه لي دنيا مثل ما قلت لك، دنيا مو بس مثل ما قلت هي حبيبتي وصديقتي وبنتي وكل شيء، فانا حافظها يعني. هي من تفكر وهي بعد واضحه ومنطلقه في التعبير يعني ما تترك شيء داخل. شوفي يعني الناس وايد يظلمونها يعني. انت الحين قعدت معي يمكن كنت الناس من الناس أكيد. اللي ماخذين شويه فكره ان الدنيا لا الدنيا انسانه مشكل جيت مالت مشاكل مالت هذه قلبها، بس انت لما قعدت معها تكتشفون ان هي شخصيه ثانيه أكيد. انا هذا الشيء دائما شايفه نعم. وقلت لها انت الناس بيدك اللي وصلتي هذا، ليش ما يشوفون فيك الوجه الاخر؟ هدك من السوشيال ميديا، ترى السوشيال ميديا والله الناس مو مخليتك تشوفون وجه الاخر. واحد مخليك تخلص من واحد يطلع لك واحد، خلهم يطلعون تخلص من واحد يطلع لك واحد يعني توصل لمرحلة خلاص. دنيا احنا خلصنا وختمنا ايه الموضوع خلاص ختمت الحين يعني مسكين الريال قال قال بعد سنة وانت ما مدات تعدين خمس دقائق تونا ما طلعنا. اقول لك المشكلة حافظها. لا 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 صدق صدق والله صدق انا عارفة عن 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 قناعة. انا اتمنى نحصل هاكر يهكر كل السوشيال ميديا فجأة تختفي يختفي كل شيء. اي والله ترى شيء زين. ممكن بعد على فكرة ممكن بعد لو صار في هاكر موجود وهكر السوشيال ميديا الناس ممكن تموت. لا يا أخي اليوم صار الناس عندها هذا الهوس يعني يقعد من النوم ترى هو بس صار يمسك تليفون صار يشوف صار مرض صار مرض وصلنا نعم. في مرحلة المرض هذا ترى لا تقوم من الصبح قبل ما تغسل عيونك مية وتليفونك تشوف من كلمك دش الله يعزك المطبخ الحمام أو ما تروح تليفون في يدك 24 ساعة تروح ليش 24 ساعة في السيارة تمشي 24 ساعة ليش؟ شنو انت مستفيد في النهايه؟ قاعد تدمر صحتك، دمرت وقتك، هل الوقت ذي استغله في اشياء ثانيه؟ يعني انا من الناس اللي احب استغل وقتي مثل ما الدنيا تعرف، العب مع عيال، احب انا العب جدا مع الاطفال، اروح صيد سمك، وايد هوايات احاول اغير نفسيتي يعني عنها. محمد حداك من سهل بعد طبعا اي وايد عاد اهل البحرين يحبون الصافي الصافي لازم رحت وياها المالديف صرت لها قالت لي انا منيت تصيد قرش والله صرت لها قرش لا من شفتك قلت له خلاص خلاص هد هد يعني خلاص ما احب ما احب القرش هو الشيء الوحيد اللي مستحيل اني اكيد اكيد اتعامل وياه هوايه اكيد يعني تعتبر شويه فيها رجال معنا في نساء الصراحه قاعد يمارسونها الفتره الاخيره ودك تسمع اكيد مغنى بس هالمره هي اختارت شيء تهدي خلينا نشوف العكس شنو ودك تسمع من دنيا انا اسمع من دنيا أنا كل شيء أسمع منها يا ويلك دنيا قاعد تنطر شكلها ناطرة سالفة وإحنا الأغنية اللي راح تختارها هي الختام الحين هي الختام؟ أنت تختار يعني اليوم الناس راح تسمع اختيارك أنا راح أختار أنت تختارين لا عنودا فيك أنا اللي بختار أوكي لا والله أختار شيء زين إيش بتختارين شيء زين؟ إي إيش بتختارين؟ شيء للأستاذ الكبير منو؟ عبد اللطيف البناي أي والله يلا إحنا قبل لا تغنين نشكركم على الحضور مشكورين دنيا ومحمد ومشكورين على حضوركم نورتونا بالحلقة اليوم بالنسبة لي وأنا أتكلم عن زميلتي نورة من أمتع الحلقات اللي صارت معنا بهالسيزن جدا مستمتعين وياك حسينا شكرا. اليوم إن حلقة طالعة من القلب للقلب ما فيها إحنا نقول بالكويتي قاعدين زوارة ما كان في رسميات وفي كذا فوايد مستمتعين ومنورينا في عسى وأنت كان الناس ماخذين عنك بعد فكرة وايد ماخذين عليك إنك ترى أنا طلعت أنت وايد حبوب وايد شوف طلعت مسكين أنا احنا في الطياره كان معنا فنانه الله يمسيها بالخير الله يمسيها بالخير زين كانت معاك ضيفه في الحلقه اللي طافت قالت تحمل من ان يستفزكم حبيبتي احبها مرام البلوشي اللي تقول فيها قالت ترى يستفزكم تحملي فيصل اذا استفزت مرام ولا هند مرام تقول لي مشيها اذا استفزت مشيها لا تقول في لا تقول شيء حبيبي الله يوفقكم شكرا على برنامجكم اوجه لهم تحيه كلهم الفنانات البلوشي كلهم اقول لهم يعطيكم الف عافيه ومستمتعين وياكم وشكرا لك فيصل نورة شكرا لكل جنود الخفاء وشكرا للعدالة اللي استقبلتنا شكرا على حضورك شكرا على حضورك وشكرا للناس اللي تحبني والناس اللي ما تحبني لأن اثنينهم إضافة لي وسعيدة بكل الألقاب وإن شاء الله أقول أن الجائزة تكون مغربية وننتقل لستيف ثانية اللي هي خطوة للعالمية إن شاء الله أكيد أكيد للأمانة ما شبعنا منكم في اللقاء وما بيدنا أنا وفيصل نمدد اللقاء أقدر أخذ منكم طلب ثاني بما أن احنا موجودين بما أن اللي كلمتكم بعد بالطيارة عن فقرة فيصل في بالصميم شو رأيكم نشوفكم في بالصميم أنا حاضر من ضمن وجودكم هني في الكويت ناخذ وعد إن شاء الله وعد أكيد إن شاء الله نبي وعد أكيد إن شاء الله وراح خلاص راح تكون أكيد. على فكرة أول حلقة كابلز أنا أسويها خلاص أنا ما سويت شخصين مع بعض فلكم الغرار
شاء الله. أكيد إن شاء الله على رأس العين طبعاً. شكرا لكم أكيد، وشكرا لكل من يعني ساعدونا أكيد في وجودكم ويانا، إن كان من الفندق كوثرون أعتقد الاسم وأكيد الاستقبال وكل فريق الإعداد. شكرا للمتابعين على المتابعة. مشكورين. نسمع أحلى صوت بوجود أحلى شخص على قلبها. حبيب شكرا. وقول عني ما تقول، صوبك مصعب الوصول. قول عني ما تقول، صوبك مصعب الوصول. واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول، واللي ما يطول العنب حامض عنه. وقول قول عني ما تقول، وصوبك مصعب الوصول. قول عني ما تقول، وصوبك مصعب الوصول. واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول، واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول. الهوى حب وكيف ما يجي بخنجر وسيف، الهوى حب وكيف ما يجي بخنجر وسيف. كل تهب كل اعتزاز مالك بقلبي قبول، قلتها بكل اعتزاز وملك بقلبي قبول. قول قول عني ما تقول، وصوبك مصعب الوصول.